السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. ازيكم، اخباركم ايه؟ تمام. طبعا الناس لقيت assignments كده عماله تنزل. اوكي، انا كان طلب مني ان انا اكستند الديدلاين بتاع الريبورت. انا هاكستند كده كده، انا بسيب السبمشن مفتوح، مش هيبقى كلوز بالنسبه لكم، يعني مفيش ديد. اوكي، ديد تايم هي هيبقى اوبن، وبعد كده مفيش قط بعديها، يعني تقدر تسميت طبعا، بس في حاجه اسمها ليت اوكي سبمشن، وفي حاجه اللي هي ايه السبمشن within الديو ديت. طبعا برضو بتفرق في الدرجه شويه، بس انا هاكستند الايه الديدلاين بتاع الريبورت. اوكي، زي ما انت عايز النهارده ان شاء الله بعد المحاضره اكستندد ديدلاين. طبعا انا اوكي، كان في ريبورت، كان في حد سالني الريبورت بتاع نانو هاب اللي هو البي ان جانكشن. طبعا انا مش عايزكم مجرد ان انتوا تطلعوا الايه الريزلتس اوكي من السيميليشن بقى، سواء كان الاستاتستكس اوكي او الاستاتكس، الالكتريك فيلد اوكي والبوتنشال ديستريبيوشن والتشارجز، وتجيبوا الكارنت وتجيبوا الايه كارير والكارير ديستريبيوشن والانرج باند دايجرام، كل حاجه احنا عملناها في المحاضره بتطلعوا، والكاباستنس كمان السي في كيرف. بس الحاجات دي هتطلعوها بس يا ريت تكومنت عليها. ليه؟ لان احنا عملنا ابروكسيميشنز في المحاضره، الكلام ده مش موجود عندنا واحنا بنشتغل بالايه بالتي كات. اوكي، يعني هتلاقي الديستريبيوشنز الانرج باند دايجرام، لا هتلاقي فعلا في كوازي فيرمي ليفلز موجوده وشكلها ازاي، هتلاقي شكل اللي تشارجز اوكي مش شارب، ترانزيشنز مش شارب، الكاباسيتنس الكاباسيتنس سي في كيرف، كاباسيتنس مع الفولتج. فعايز كده زي باراجراف تكتب فيه اوكي ال تكومنت على الريزلتس اللي طالعه كومبير تو ذا ايه ذا ابروكسيميت ريزلتس اوف ذا ليكتشر، يعني اللي احنا طلعناه في المحاضره بتقارنه باللي انت طلعته من السيميليشن. اوكي، بس مجرد comparison بتحطها في صورة باراجراف كده تحت الايه الفيجر او النتائج اللي انت طلعتها. اوكي، يبقى ده بالنسبه للريبورت اوكي او الاساينمنت اللي موجود within الايه اللي هو الفيرست مايلستون اساينمنتس بتاع النانو هاب. تاني حاجه، كان في ريبورت سيبريت كنت طلبته منكم في البدايه، ده اللي هيكستند الديدلاين بتاعه. في برضو اوكي كان اساينمنت طلبته المره اللي فاتت ان هو ديريفيشن اوكي اوف ذا اي لايت اوف ذا سولار سيل. احنا قلنا السولار سيل دي عباره عن بي ان جانكشن، اوكي بتبقى مينلي بتبقى ويفر ان تايب اور بي تايب، واعمل دوبينج كده لايه للاير بالايه بالاوبوزيت تايب، يعني لو كانت الويفر ان تايب لايت اب بحط عليها بي بلس، ويبقى كده هي دي اللي بعرضها للسولار راديشن، والمفروض بيطلع لي لايت كارنت بالصوره دي. قلت لكم كل واحد يعمل ويتشيك الريليشن دي. ليه؟ يعني طبعا الريليشن دي فيها اوكي، طبعا برضو دي احنا من الريفرنسز اللي احنا واخدينها، بس للاسف في غلطه موجود. وفي زمايلكم فعلا عمل ديتكشن للغلطه دي. هو مين اللي كده المفروض الكرنت تشارج على تايم، الجي ده عباره عن كونسنتريشنز بير تايم. اوكي، concentrations يعني بير يونت نمبر بير يونت فوليوم، فانت عايز نمبر بس اوف ذا كاريرز في الكيو تي دي كل تشارج على التايم، فانت عايز تكنسل الفوليوم ده، فعندك ايه ده كروس سكشن اريا، المفروض في حاجه لينث فعلا، المفروض يطلع لك هنا الديفيوجن لينث بدل الايه طبعا بدل الايه اللايف تايم. طبعا الديفيوجن لينث بت ايه بتنكلود اللايف تايم، يعني الافريج ديفيوجن لينث احنا قلنا السكوير روت اللي ايه تو ان في دي ان، فهو فعلا المفروض بدل ما يطلع لك تاو بي وتاو ان يبقى ال ان وال بي اللي هو الافريج ديفيوجن لينث. اوكي يا جماعه، اللي هي برضو من ضمن الاساينمنتس لو عندنا شورت بيز دايت، يعني عندنا دايت الكوادي نيوترال ريجن ويث بتاعها ايه فاينايت، في الحاله ديت بدل ما يطلع لك الديفيوجن لينث بيطلع لك ايه فانكشن في الديفيوجن لينث والايه الثيكنس او الويدث بتاع الكوازي نيوترال ريجن. فلو انت بتكونسيدر الايه السولار سيل الويدث بتاعها برضه فاينايت،
المفروض يطلع لك نفس الايفكت هنا برضو اللي هو الايه الويث بتاع كوازي نيوترال ريجنز والديفيوجن لينث. بس خلينا في كونديشنز ان ال N وال B بلس ريجنز دي اوكي انفاينايت، فيطلع لي في الاخر المفروض يجي في ال N بلس ال B. اوكي يا جماعه ادي نوت تاني. ماشي، حد ليه سؤال تاني في الاساينمنت او الريبورت اللي مطلوب غير الاكستنشن بتاع الديدلاين وايه المطلوب في النانو هاب ريبورت بتاع النانو هاب؟ اوكي الريليشن دي هل هنا فيها حاجه ايرور؟ كنت قلت لكم تشيك وانت بتعمل الدريفيشن. في سؤال تاني؟ اوكي احنا قلنا السولار سيل عباره عن بي ان جانكشن، تمام، وظيفتها ايه؟ ان هي تحول للسولار راديشن لالكتريكال باور. طبعا انا هنا ما بحطش بايسنج عليه، امال ايه البايس الموجود ده يا دكتور؟ الفي اي الابلايد فولتج. احنا قلنا الابلايد فولتج ده بالظبط انا بتعامل معاه كانها بي ان جانكشن ان ذا دارك، اوكي يعني في الدارك كونديشنز، اللي هو طلع لي نفس الكرنت او الاي في كاركترستيك اللي طلعناها قبل كده، بلس كمان هعرضها لايه بقى؟ زي ما احنا قلنا السولار راديشن، يبقى في انسيدنت فوتونز نازله، اوكي المفروض في تيرم زياده هيكون موجود عندي بالنيجاتيف اللي هو نيجاتيف اي كيو جي ال ان بلس ال بي. اوكي تعالوا نرسم بقى الريليشن دي، تعالوا نرسم فعلا لو احنا رسمناها هيطلع لنا بالشكل ده. انا هرسمها هنا وارجع لك. المفروض ده الاي وده البي. الدارك كاركترستيك شكلها ايه؟ تعال نرسمها بالاحمر عادي. المفروض دي الدارك كاركترستيك بتاعت البي ان جانكشن. اوكي المفروض يبقى ده كده ده اي دارك. المفروض اللي هيدرايف ريليشن اوكي اوف ذا لايت كارنت، يعني نفس البي ان جانكشن فورورد بايزد، يبقى نفس الكونديشنز اوف ذا دارك. اوكي ان اديشن تو ايه بقى؟ انسيدنت فوتونز او في لايت موجود. في الحاله دي زي ما احنا قلنا المفروض الكارنت ريليشن هيبقى في عندنا تيرم اللي هو الترم ده. الترم ده عباره عن ايه؟ هيعمل ايه في الكاركترستيك اوف ذا دارك؟ هيعمل لها شيفت، هيبقى شيفتد بالشكل ده كده. هتبقى شيفتد كده. والشيفت ده عبارة عن ايه؟ الشيفت ده due to the ايه؟ the generation of the electron hole pair. ده اللي هو EQ G LN plus L. ده الترم ده. اوكي واضح كده ان عندي كاركترستيك بتمر ب اوكي 3 كوارترز. الكوارتر الاولاني اللي هو ده هنسمي ده مثلا 1 اوكي 2 3. في واحد انا عندي الفولتج بوزيتيف والكرنت بوزيتيف، يبقى الباور ايه؟ الباور ان جنرال اي في في دي هتبقى ايه؟ بوزيتيف. الباور بوزيتيف في ايه؟ كوارتر 1 صح كده ولا ايه؟ كوارتر 3 الباور ايه؟ يعني الباور هنا بوزيتيف. في كوارتر 3 الباور ايه؟ بوزيتيف برضه. لانها نيجاتيف كارنت نيجاتيف فولتج بوزيتيف. هو يعني ايه باور بوزيتيف في element؟ الباور كونسامشن. ممتاز، يبقى دي كونسامشن. طب ما ريجن 2 وضعها ايه؟ ريجن 2 الفولتج بوزيتيف والكرنت نيجاتيف، يبقى ده الباور هنا ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ هي بتطلع لي سبلاي. صح كده، جنريتد باور.
فالناس بقت قالت خلاص يبقى انا البي ان ستراكشر ده لو illuminated يعني تحت تاثير الفوتون او السولار راديشن لو شغلناه في الكوارتر الثاني ده اوكي يبقى كده هيجنريت ايه كده هيشتغل از السبلاي زي ما انت بتقول ويجنريت كده ايه باور. فابتدوا يستخدموا بقى الريجن دي اوكي خلاص يبقى دي اللي يتهمان. طب البوينت دي هي ايه؟ البوينت دي هي ايه؟ طبعا ده الشيفت بتاع زي فاكرين ده الاوريجين بتاعي في الدارك كاركترستيك عملت له شيفت عن طريق الايه الالكترون هول بير جنريشن. واضح ان الشيفت ده فانكشن في حاجتين طبعا فانكشن في الاريا كروس سكشن اريا عشان كده كل ما بتكبر الكروس سكشن اريا او الاريا اوف ذا سيلز تلاقي الايه الكارنت اللي طالع اكبر طبيعي اوكي. الجي الجنريشن ريت برضو مهم ال ان وال بي وال ان وال بي دي ايه عباره عن بروبورشنال تو سكوير روت اوف ايه لايف تايم. يبقى كل ما اللايف تايم يكبر كل ما يكون احسن في السولار سيل. ليه؟ معناه ان الكاريرز الجنريتد دي انت نفسك انها تفضل عايشه ما تموتش لغايه ما تاخدها على التيرمينالز في سول الكارنت بره. عشان كده كل ما تخلي ال ان وال بي اللي هي اوريدي فانكشن في اللايف تايم وعشان كده كانوا حاطين ريليشن ابروكسيميتلي فانكشن في اللايف تايم دايركت بس هو طبعا الصح اللي هي ال ان وال بي. يبقى كل ما تزود اللايف تايم كل ما فعلا الايه الكارنت ده يزيد. ايه هو الكارنت ده؟ ايه الديفينيشن بتاعه؟ واضح ان الكارنت ده الفاليو اوف ذا كارنت عند فولتج ايكوال كام؟ زيرو. فعشان كده بيسموا الفاليو دي اي شورت سيركت ان الفولتج الكونديشن هنا الفولتج عند البوينت دي بزيرو. واضح ان ده اكبر كارنت ممكن ايه يطلع لي من السولار سيل اللي هو بيسموه الاي شورت سيركت. طب الفاليو ديت اوف ذا فولتج الفولتج هنا عند كارنت قد ايه؟ بزيرو. فبيسموا ده ايه الفي اوبن سيركت. يبقى هي الفي اوبن سيركت هي الفولتج عند كارنت ايكوال زيرو. يعني معناه لو انا عندي بي ان جانكشن عرضتها للسولار راديشن من غير ما يبقى في كلوزد لوب عليها انما بصوا السيركت اللي هنا ايه دي كلوزد اللوب ده هنا كلوزد انما لو خليت ار ال دي بانفينيتي هيبقى الفولتج هيبقى في فولتج على البي ان جانكشن اه طبعا قيمته ايه في اوبن سيركت ده اكبر قيمه اوكي. طب والاي شورت سيركت الاي شورت سيركت اهو هو ده اكبر قيمه للكارنت. بس واضح كده ان لو انا خدت الجزء ده الكوارتر الثاني وطلعته والناس في انرجي او في باور ما يعرفوش غير كده يعني ايه يعني يقول لك ايه الاي بي تقول له ارسم لي الاي بي كاركترستيك اوف ذا سولار سيل يعملها لك كده. هو عملها كده ليه؟ هو على فكره لما انا باجي ادرس لهم الكترونكس ما يعرفوش خالص الكاركترستيك دي. هو اللي يعرفوه ان هي الاي بي كاركترستيك السولار سيل كانها مختلفه خالص عن الضايل حاجه ثانيه. لا ده هي جزء quarter from the characteristic of the A of the BN junction under solar radiation اللي فيه الجزء الكوارتر اللي بيجنريت فيه A power زي ما انتم شايفين كده. يبقى عندنا البوينت دي اسمها ايه اي شورت سيركت. انا بس خليتها الجزء اللي يهمني طلعته فوق خليته بالبوزيتيف والنقطه دي في اوبن سيركت. واضح ان الباور عند النقطه دي او النقطه ديت اللي ايه الباوندريز ديت الفاليوز ديت عند اي شورت سيركت في اوبن سيركت الباور بكام؟ بزيرو. هما اللي يهمني في الاخر باور ولا فولتج ولا كارنت اللي يهمني باور. احسن باور فين؟ احسن نقطه فيها باور احسن نقطه فيها باور فين تديني باور؟ انا عايز اجيب النقطه اللي فيها الباور ماكسيمم. فواحد قال سهله يا دكتور دي ان انا امشي على الكاركترستيك دي نقطه نقطه واضرب الاي في الفي ده انا ممكن اعملها بالماتلاب اوكي واضرب كل اي في في ويطلع لي كيرف. اكيد الكيرف ده ليه ماكسيمم بوينت صح؟ الماكسيمم بوينت كده استيميتد ممكن تطلع فين؟ يعني زي مثلا اهي. يبقى النقطه ديت عندها ايه؟ النقطه دي عندها الباور ماكسيمم الباور ماكسيمم. فخلاص الناس بقى قالت ايه؟ يبقى الفولتج عند النقطه ديت هي الفولتج اللي يديك باور ماكسيمم بيسموها في ماكسيمم مع ان مش دي الماكسيمم فولتج لا بس دي الفولتج فور اوكي ماكسيمم جنريتد باور. وهنا دي اي ماكس برضو دي ايه ده الماكسيمم كارنت فور ذا ايه او الكارنت فور ذا ايه ماكسيمم جنريتد باور. طب ما الباور اي في في معنى كده ان انت بتقول ان الريكتانجل اللي طالع ده الاريا ديت هي دي الماكسيمم باور بتاعتي طبعا دي الماكسيمم باور دي الباور ماكسيمم. طب ما احنا يا دكتور دي نفسنا بقى ان لما نيجي نعمل سولار سيل
ناخد منها الماكسيمم باور طبيعي. طب ازاي احقق الكونديشن بتاع الماكسيمم باور؟ ازاي على طول اخلي السولار سيل شغاله عند الايه الاوبريتنج بوينت دي؟ نعمل ايه تفتكروا نعمل ايه؟ اظبط اللود عليها. والله انت ممتاز. حاجه من حاجتين، قولي الاي دي بتاعك. اسمي شادي عبد العالي السيد. قولي الاي دي. اي دي بس 18.08 4 7. اوكي فعلا انا لو حطيت لود ار ال كل ما بغيره، كل ما طبعا لو رسمت اللود لاين او عملت كي في ال في اللوب الصغير ده، الكي في ال في اللوب ده مش يديني الفي بتساوي اي في ار، اروح راسم في بتساوي اي في ار واحاول اخلي الفي بتساوي اي في ار تقطع هنا اي في ار ال تقطع في النقطه دي. انت قصدك يا دكتور لو انا عندي في البيت حاطط انا سولار بانلز، بانلز فيها سيلز كتير يعني وكده، مطلعه 13 باور حلو كده ومعرضه للراديشن وثابته فيكسد على السطح فوق، انا منزل تيرمينالز تحت عندي في الشقه اوكي ومشغل حاجات انارات ثلاجه مروحه كده. انت قصدك ان انا سويتش اللود كل شويه؟ احنا ممكن نعمل الجوريثم يعمل اوتوماتيك سويتشنج فور ذا لودز. يعني ايه؟ يعني يشوف، خلي بالكو احنا الهايت ده الاي شورت سيركت ده جه منين؟ جه من جنريشن ريت. هو الجنريشن ريت ده مش فانكشن في الانزنت فوتونز؟ هو الفوتونز دي الظهر زي الصبح زي بالليل؟ ها، معنى كده ان الكاركترستيك دي شكلها عمال يتغير معانا مع الوقت، كل يوم في اليوم نفسه عمال يتغير، وبالتالي الماكسيمم باور بوينت بيتغير مكانها. فانا بسويتش بختار لود او قيمه ار ال مناسبه عشان تديني اي في ار ال لما اجي ارسم ده يقطع الكاركترستيك في اي في الماكسيمم باور اوكي اللي ممكن تبقى جنريتد. يبقى عن طريق تغيير اللود اقدر فعلا اطلع او اتراك، بيسموها كده اتراك الماكسيمم باور. عشان كده ناس شغاله كده ريسيرش كبير جدا جدا امبريلا كده من الريسيرش اسمها ماكسيمم باور بوينت تراكينج، ماكسيمم باور بوينت تراكينج، مش هكتبها بس هخليها كده ماكسيمم باور بوينت تراكينج عن طريق تغيير اللود. واحده ليه؟ ما انت بتقول لي انت البانلز عندك فيكسد، طب ما ايه رايك ان انت تقعد تحركها بحيث ان الجي دي تزيد بقى، مش كل مره. يعني لو عندك اللود ثابت انا ممكن اعمل ايه؟ اقعد احرك في الحاله دي عمال اغير منين؟ بالاي شورت سيركت والفي اوبن سيركت عن طريق تغيير الجنريشن ريت، لاني بحاول اخلي الفوتونز نازله نورمال او عمودي على السيرفيس بتاع البانلز. يبقى انا ممكن اغير الايه؟ اوكي الراديشن او الجنريشن. يعني ممكن كده ممكن كده، صح ولا ايه؟ يبقى انا ممكن اتراك الماكسيمم باور ان انا اخلي احط موتور كده واخلي البانلز تتحرك مع الايه؟ مع سولار راديشن عشان تجيب لي ماكسيمم الايه؟ الراديانس او ماكسيمم انزنت فوتونز. اوكي؟ فيطلع لي ويكون في الجنريشن ريت يزيد. او ان انا اخلي اللود بتاعي فاريبل. اوكي؟ اكونكت اللود المناسب اللي يديني ماكسيمم مين؟ ماكسيمم باور. وهي دي الفكره. اوكي؟ طيب ناس بتقول ايه ده احنا لو قدرنا، طب احنا يا دكتور احنا شغلنا ايه في الموضوع ده؟ انت قلت لنا ليه الموضوع ده؟ احنا بتوع ديفايسز، فالسولار سيل از ا ديفايس. الناس بتوع مثلا انرجي بيطلبوا مننا، هم بيشتغلين على السيستم على البانلز، بيكونكت بقى بالجريد بالشبكه الكهرباء وبياخد كهرباء وكده، انما وظيفتنا احنا ان احنا نديهم سولار سيل باحسن كفاءه ممكنه اوكي وباحسن كاركترستيك. انتوا عارفين الناس نفسها في العالم كله، طبعا موضوع الانرجي ده مهم جدا جدا من الهوت توبكس الموجوده، نفسهم الناس ان يبصوا كده، بص الاي في كاركترستيك دي نفسهم يعملوا لها سكويرنج يعني تبقى شبه كده. عارفين لو وصلوها لكده ايه اللي يحصل؟ لو وصلنا الكاركترستيك لكده بدل ما هي كيرفت كده، لا خليناها كده والكيرفيتشر بتاعها صغير، يعني ايه يكون هنا صغير جدا. لو ده حصل الماكسيمم باور هتبقى هي انهي نقطه؟
الكورنر اللي فوق الكورنر ده اف اي اي شورت سيركت في في اوبن سيركت. حلو. عشان كده الناس بتاسيوم في العالم كله ان هو يقدروا ياخدوا من السولار سيل اي شورت سيركت في البي اوبن سيركت، لان بالنسبه لهم الاريا اللي طلع الاريا دي اريا ضايعه ما استفادوش منها، هو جاست بس خد الماكسيمم. خلي بالكم ده انا بتكلم عن الماكسيمم باور اي ام في ام، انما لو قدر عمل سكويرنج للكاركترستيك ده ممكن يوصل ان الماكسيمم ديت توصل لاي شورت سيركت في بي اوبن سيركت، كده الافشنسي هتزيد قوي. عشان كده عرفوا بارامتر مهم جدا جدا اسمه الفيل فاكتور. انت عملت فيلنج قد ايه مني في الكاركترستيك دي؟ فالفيل فاكتور ببساطه هو البي ماكسيمم. الفيل فاكتور هو عباره عن الماكسيمم باور على الاي شورت سيركت في الفي اوبن سيركت، اسيومينج ايه؟ اسيومينج زي ما احنا قلنا ان احنا نقدر نعمل سكويرنج للكاركترستيك دي. هو فعلا طبعا اوكي، يعني مثلا انا معايا في جزء من التيم بتاعي شغال في الريسورش ماستر وبي اتش دي في الديزاين في الحاجات دي في تحت الانرجي، يعني في السولار سيلز طبعا ماتيريالز مختلفه بقى غير السيليكونز وحاجات بيرفوسكايت حاجات بتسمعوها جديده، فقدروا يوصلوا للفيل فاكتور عالي جدا. اوكي، يعني المفروض الكوميرشال بيبقى موجود 75-77-80%، قدروا يوصلوا 90% وزياده. اوكي، ان احنا نحاول نعمل سكويرنج للايه للجزء ده. ده يبقى الفيل فاكتور ده اول بارامتر مهم جدا بالنسبه لاي سولار سيل. ليه؟ لان احنا الافيشنسي تعرفها ايه؟ الكفاءه. اوكي، ايه اللي استفدت منه على الايه على التوتال؟ ايه اللي استفدت منه؟ انا عندي نازل توتال انسيدنت باور بي ان، دي الانسيدنت فوتونز البي ان، استفدت قد ايه؟ ده انا بتكلم عن البي ان ايتا ماكسيمم، كمان ماكسيمم كونفرجن افيشنسي بتساوي البي ماكسيمم اي ام في ام. هو انا مش ممكن اي ام في ام دي احطها من الريليشن دي بي ماكسيمم يعني الفيل فاكتور في اي شورت سيركت في اوبن سيركت، يعني ممكن اقول ان الافيشنسي كده بتساوي الفيل فاكتور مضروب في اي شورت سيركت، صح ولا ايه؟ اهي نمسحها خالص. ايه رايكم؟ يبقى انا كده فعلا ان كل ما الفيل فاكتور يزيد مع الاي ام في ام ايكوال فيل فاكتور في اي شورت سيركت في اوبن سيركت، يبقى الفيل فاكتور في اي شورت سيركت في اوبن سيركت يديني ايه؟ ده كل يديني البي ماكس على البي انسيدنت، يبقى كده دي الايتا. الايتا والفيل فاكتور اللي بنسميهم البرفورم performance parameters of the solar cell، كل ما بتزيد كل ما طبعا بيفضل لاني بستفيد في الاخر بافشنسي ايه conversion efficiency عالي. يبقى انا حبيت بس اعرفكم ان السولار سيل الموجوده دي ما هي الا سمبلي كده بي ان جانكشن، طبعا من غير الباكجنج بنعرضها كده للايه للسولار بانلز، وطبعا بنحاول نعمل لها بقى ايه الباكجنج بتاعها، يعني انتوا بتلاقوا البانلز كده موجوده اوكي، الواح موجوده كده متوزع فيها السيلز طبعا connected series وبارل عشان طبعا يظبط يكبر الفولتج ويكبر الكرنت اوكي ويدي باور عاليه. وبعد كده عاملين لها ايه بقى زي انكابسوليشن كده عن طريق مثلا الواح ازاز اوكي، وعاملين بقى طبعا ومقفلينها عشان الدست وعشان الرين المطر والحاجات دي. اوكي اوكي يا جماعه، في حد عنده سؤال الجزء ده؟ احنا كده خلاص اوكي. طبعا الجود اللي انا سايب لكم كده اوريدي انتوا كلكم خدتوه في السيركتس الدايد ابلكيشنز. اوكي احنا كده طبعا دي مش هسالكوا فيه جاست بس يعني فور ريدنج ليكوا. احنا كده خلصنا البي ان جانكشن، الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها خلصنا. لو حد ليه اي سؤال في اي حاجه يقول. اوكي ونقدر نقول ان هنا كده ميتر. ماشي
طيب احنا بقى هنكمل في ايه دلوقتي؟ احنا هنكمل موضوع. احنا طبعا احنا خدنا كده البي ان جانكشن، طبعا انتوا عارفينها قبل كده، بس احنا بعض المواضيع خدناها اوكي كانت ميني زي البريك داون، اوكي زي الديريفيجن بتاع الكارنت سواء كان في الدارك كاركترستيك او في اللايت، بعض الديفينيشنز بقى اوكي اللي خدناها الاكسس كاريرز عند الايجس بتاعت الديبليشن ريجن، نوع الكارنت والديستريبيوشن بتاع الكارنت، كل ده والسمول سيجنال ايه معضل في البارامترز بتاعته والديريفيجن بتاعه، كل ده هناخده ونبتدي بقى ندخل على الترانزستورز. طالما احنا اتكلمنا عن البي ان جانكشن، اول ترانزستور هنتكلم عنه اللي هو البايبولر جانكشن ترانزستور. في حاجات طبعا فاميليار بيها وفي حاجات بس انا هتكلم عنها دي اللي تهمني، يعني مش هدخل في الموضوع بتاع البايبولر جانكشن ترانزستور كتير. اوكي طبعا كلمه بايبولر هو سموه بايبولر ليه؟ انا بقول انتوا فاميليار بقى بالحاجات دي، سموه بايبولر ليه؟ عشان فيه تو دايودز باك تو باك او عكس بعض يعني. لا هو بايبولر هنا عشان الكارنت بتاعه بيبقى فانكشن في التو تايبس اوف ذا كاريرز الكترونز الموشن اوف الكترونز اند هولز. ليه؟ اوكي لان في الموسفيت مثلا اسمه يوني بولر. طب سموه يوني بولر ليه؟ عشان الكارنت بتاعه الكارنت بيكون فانكشن في نوع واحد في ايه اونلي وان تايب الكترونز اونلي اور هولز اون. واضح يا جماعة؟ يبقى الترانزستورز نوعين بايبولر ويونيبولر. يونيبولر بيبقى الكارنت فانكشن في نوع واحد من الكاريرز بس الكترونز اونلي اور هولز اون، انما بايبولر لا الاثنين بيتحرك وبيكونتريبيوت في قيمة الكارنت اللي طالع. طب جانكشن طبعا احنا عارفينها خلاص، ده بيزد على بيبقى عندنا بي ان جانكشن، يعني بيبقى في عندي بي ان جانكشنز زي ما انت قلت كده عندي اثنين ترانزستور. ويعني ايه ترانزستور؟ ايه ترانزستور؟ حاجة ليها 3 ترمينالز وكل 2 ترمينالز بتتحكم في الكارنت في الفيلد. يعني نقدر نقول اوكي يعني احنا كبرنا شويه نقدر نقول في ترانزستور افكت، وده اللي هنتكلم عنه. ايه ترانزستور افكت بقى؟ هو اي حاجه 3 تيرمينال تبقى ترانزستور؟ لا لازم يبقى في ترانزستور افكت. ايه الترانزستور افكت ده؟ هنتكلم عنه. يبقى احنا اول نقطه كلمه بايبولر عرفناها، جانكشن عرفناها، اوكي ترانزستور افكت ايه بقى ده؟ طبعا كانت بداية الترانزستور ده يمكن في الانترودكشن اللي عملتها كانت من أول الفيرست كونتاكت ترانزستور اللي هو سنة 47 اللي عمله بريتن وبيردن وشوكلي وخدوا النوبل برايز 56. ابتدى بقى يحصل أوكي طبعا بيديفلوب الستراكشور لغاية ما وصلوا للستراكشور بتاع البايبولر. أوكي البايبولر مينلي نقدر نقول إن أنا بجيب ممكن اقول برضو شاب كده حتة من ويفر مثلا ان طيب. اوكي ان طيب اروح جاي جواها وعامل ريجين بي. طبعا بي ازاي؟ طبعا عملية ان الدوبينج ده اللي احنا بنعمله عن طريق حاجة اسمها في الفابريكيشن ماسك. بالظبط كده يا جماعه اوكي انت بتشوفوا ساعات بيبقى فيه تي شيرت مرسوم عليه رسمه معينه يقول لك ده حصل الطباعه دي تمت ازاي رسمه معينه كده بيبقى فيه شابلون كده بيعملوا الرسمه ديت ويروح حاطين الالوان اوكي فبتنزل الالوان ديت في الفتحات وتطلع الايه الرسمه دي. نحن نفس الكلام بنعمله في الفابريكيشن بنروح حاطين على السيرفيس هنا اوكي زي جلاس بليت ماسك
ممكن بلاستيك جلاس بليت على حسب جودته ونوعه يعني. وحاطين مناطق اوكي بتبقى دار كأني بقلم اسود كده مسودين المناطق، ومناطق تانية ايه في الجلاس بليت دوت اوكي زي ما هي كده. وتحت الجلاس بليت ماتيريال بتتأثر بالالترا فايلوت، نعرض الجلاس بليت للالترا فايلوت فبيمر في الاماكن اللي مش ايه اللي مش متسوده اوكي. الفتحات دي الماتيريال اللي تحت بتبقى سيلبل، يعني بحط انا ماتيريال بالظبط كده، بحط طبقه ماتيريال هنا وده جلاس اللي هو الماسك. الحته ديت خليها سودا كده والحته دي سودا، نشيل كلمه جلاس ونحطها بيج. اوكي الماتيريال دي اسمها فوتو ماتيريال اوكي، حاجه بوليمرز كده بتتاثر بالالترا فايلوت، وبعرض الترا فايلوت. فالالترا فايلوت هيمر منين؟ هيمر من هنا بس، في الحته دي بس في الماتيريال. الجزء ده بيبقى هارد، الجزء ده بيبقى هارد اللي ما تعرضش، والجزء ده سوفت. سوفت اشيله، سوفت ايه اشيله، ويبقى انا كده كاني فتحت فتحه في الايه الفوتو ريزيست ده، فتحت فتحه. الفتحه دي اللي بستخدمها بعد كده ان انا اعمل بيها دوبنج. فمثلا انا فتحت فتحه هنا، لو حطيت لو عملت هنا حطيت اكسبترز كتير، الاكسبترز ديت تخلي المنطقه دي على حسب التايم والتمبريتشر بتاعتي تحول المنطقه دي البي تايم. نفس الكلام اجي جوه البي تايب اعمل فتحه كده واعمل ايه واعمل ايه، بس الان دي بتبقى هيفلي ضبط ان بلس. اوكي ونعمل بقى كونتاكت هنا، اهي كونتاكت هنا وكونتاكت هنا. طبعا المنطقه دي هي المنطقه دي. دي بنسميها الليمتر بيز كوليكتر اهو. امال ايه الاستراكشر اللي احنا شايفينه ده؟ ده كروس سكشن، يعني بنيجي هنا كده اوكي ده كروس سكشن. لو قطعنا كده هلاقي منطقه ان بلس اللي هي الليمتر، يبقى دي ان بلس. منطقه بي البيز، ومنطقه ان اللي هي الكوليكتور، فهو ان بي ان. اوكي يبقى في عندي ايميتر بيز كوليكتور. طب دلوقتي انا عايز الاستراكشر ده. اوكي سؤال في الاول، الاستراكشر ده ان بي ان في كم بي ان جانكشنز؟ اتنين، واحد بتوين البيز والاميتر. طبعا انا بفضل وعشان النوتيشنز نتكلم نقول المنطقه اللي هي البي تايب الاول، يعني انا عندي البيز هنا بي تايب والاميتر ان، يبقى بيز اميتر. فعشان كده ساعات بنسميها بيز اميتر جانكشن اور اميتر جانكشن، وهنا بيز كولكتور جانكشن اور كولكتور جانكشن. هنشيل طبعا البيز في الاثنين، يبقى في عندي ايميتر جانكشن كولكتور جانكشن. واحد يقول لي ما ببساطه كده، هو انت تعب نفسك ليه؟ ما انت عندك الاستراكشر ده كانه اثنين دايتس كونكتد باك تو باك زي ما انت قلت. بس كده ويبقى عندي هنا الكولكتور تيرمينال وهنا الايميتر تيرمينال وهنا البيز، يبقى كده وي كان ريبليس ذا ترانزستور باي تو دايتس كونكتد باك تو باك. True or false? We can replace the bipolar junction transistor by two diodes connected back to back. True or false? لا.
طبعا لا، لان اتنين دايس باك تو باك مهما حطيت فولتج دايد هيبقى عايز tends to be on forward on، والتاني هيبقى reverse، فالكارنت على طول الكارنت في الكونكشن دي always zero. هو البايبولار جان ترانزستور على طول الكارنت فيه بزيرو؟ طبعا لا. وهو ده بقى اللي بنقول عليه ترانزستور افكت، ان مع ان هو الاستراكشر انترنال عباره عن 2 بي ان جانكشنز او 2 دايز كونكتد باك تو باك، انما بلاقي في الكولكتور كارنت كبير. ازاي حصل الكلام ده؟ وده اللي هنتكلم عنه، ازاي حصل ان في كولكتور كارنت كبير مع ان اتنين دايز باك تو باك، مهما المفروض الباك تو باك ده لو حطيت فولتج بين الاميتر والكولكتور هتلاقي فيه ايه؟ ما هم سيريز، المفروض يبقى الكرنت الفلو بتاع الكرنت بزيرو على طول، اولويز زيرو مهما كان البايسنج كونديشن. طبعا الاستراكشر ده في عند ان بي ان وفي عند بي طبعا بي ام بي. ببساطه عشان يبقى عندي فيه ترانزستور افكت محتاج 3 كونديشنز. محتاج 3 كونديشنز يحصل. ان يكون الدوبينج بتاع الاميتر ان اي كبير قوي، سواء انا بتكلم خلي بالكو ان دي مش معناه ان بلس، ممكن تبقى بي بلس، ان معناه دوبينج اوف ذا اميتر ريجن ان اميتر، سواء بي اور ان، ان في حاله الان بي ان وبي في حاله الايه البي ام بي يكون فيري لارج. 2 سميناه اميتر ليه؟ لان هو اللي انجكت معظم الكاريرز في الكارنت او تقريبا كلها. لما ينجكت الكاريرز دي هتمر في البيز، المفروض البيز انا مش عايز حاجه تموت في البيز، يعني يحصل ريكومبينيشن في البيز، يبقى اخلي المنطقه او الويث بتاع البيز ايه يا جماعه؟ اخلي الويث بتاع البيز ايه؟ اخلي الويث بتاع البيز ايه؟ صغير جدا. طب كده خلاص؟ لا، يبقى انا طالع كاريرز عندي اميتر زي الاميتر مطلع الكترونز مثلا، هنا الالكترون ديت هتدخل في البيز، مش عايزها تمشي مسافة كبيرة عشان في الآخر تكمل وتروح فين؟ للكوليكتور كده. طب هي راحت للكوليكتور، واضح كده ان هي طبعا زي ما احنا شايفين كده الكاريرز بتبقى يحصل لها الديستريبيوشن بتاعها، اوكي، بيبقى زي ما انتم شايفين كده بتبقى الديستريبيوشن بتاعها على كل الاريا بتاعت الكوليكتور. عشان كده كل ما الاريا بتاعت الكوليكشن تكون كبيرة كل ما يبقى افضل، وده السبب ان عملت اتنين تيرمينال كولكتور. طبعا الاتنين في الاخر بيبقوا شورت حاجه واحده يعني. فعشان كده يقول لك ان لازم يكون ثالث كونديشن عندك ان يكون الكولكشن اريا بتاعت الكولكتور يكون كبير. لو انت الثلاثه كونديشنز دول عملتهم في الامبلمنتيشن او الديزاين بتاع البايبولار جنكشن ترانزستور كده عملت بقى ضمنت ان في ترانزستور افكت. يبقى عندك ريجن اللي هي الاميتر بتيميت كاريرز هتمر ثرو ذا بيز من غير ما يحصل ريكومبينيشن لعدد كبير، من غير ما تموت الكترونز كتير، فمعظم الالكترونز دي هتوصل فين؟ للكولكتور. تلاقي الاريا بتاع الكولكشن كبيره، يعني يحصل لها كولكشن في كل الاريا دي، وتطلع لي من الكولكتور ايه؟ تيرمينال فاتوريك كارت. هو ده اللي مطلوب عندنا، وده طبعا هنشرحه ان ديتيلز بعد كده، بس ده ببساطه انا بقول لكم يعني ايه ترانزستور افكت ببساطه. دي الكوليكتور اريا عندي، تمام؟ اوكي يا جماعه، تمام. احنا اوريدي شرحناه خلاص الجزء ده، مش محتاجين السلايد. طيب انا هاخد الاستراكشر بتاع الترانزستور NPN or BNP. طبعا انا ممكن تلاقيني في المحاضرات شغال بال NPN، بس في الامتحان ممكن اطلب BNP، هو نفس الكونسبت، اوكي. فمحتاجين نرسم الانرج باند دياجرام والكارير ديستريبيوشن. اول كيس طبعا في حاله الثيرمال اكوليبريم لو ما فيش اي بايس، يعني كل التيرمينالز الفولتج عليها بزيرو. في الحاله ديت شكل الانرج باند دياجرام ايه؟ تلاقي طبعا احنا قلنا الاميتر اهو في الثيرمال اكوليبريم بتبقى عندي ديبليشن ريجن الويث بتاعها دبليو دي نوت بتوين الاميتر والبيز وبتوين الكولكتور والايه والبيز. واضح هنا انا عندي ان تايب اهو في الاميتر، هو فين الاميتر وفين الكولكتور؟ الاميتر اللي على الشمال والكولكتور اللي على اليمين. ليه عرفت ازاي؟ عشان
الكوندكشن باند قريبه من الفيرمي ليفل اكتر في الماتيريال. ايوه كده. معنى كده ان انا لو انا برسم الكلام ده اوكي لازم توضحوا لي ان ده الاميتر عن طريق ان الفيرمي ليفل يكون قريب من الايدج اوف ذا كوندكشن باند اي سي، انها في حاله الكوليكتور مش كونديشن، لا بيبقى بعيد. اوكي وطبعا البيز بيبقى دوبنج تايب مختلف بتاع الفيرمي ليفل في الحاله دي قريب من الفالنس باند ايدج اللي هو الاي في. طبعا بنوصل عادي خالص الليفلز ديت اوكي او الايدجز ديت كوادراتيك بتبقى بالشكل زي ما انتم شايفين كده، يبقى ده كده الانرجي باند دياجرام اوكي ات ثيرمال اكويليبريم فور ان بي ان اوكي باي بولار جنكشن ترانزستور. تمام تمام. طبعا واضح هنا بقى الالكترونز اللي موجوده عندي هنا قدامها بارير كبير قوي. البارير ده قيمته قد ايه؟ كيو اي باي نوت. باي نوت بتاعت مين؟ معلش بتاعت الاميتر جنكشن. ايه ده، هو في باي نوت للكوليكتور جنكشن ولا الاثنين متساويين يا جماعه؟ اثنين متساويين ولا في هنا في قيمه فاي نوت للكوليكتور جنكشن مختلف؟ متساويين. شايفهم متساويين ان هي بتديبند على الدوبنج. مش متساويين صح كده؟ فواضح ان فاي نوت يعني هنا كيو فاي نوت بتاع الكوليكتور اكيد اصغر صح ولا ايه؟ فاي نوت بتاع الكوليكتور جنكشن اصغر من فاي نوت للإيميتر جنكشن، لأن الإيميتر ده على دوبينج صح ولا إيه؟ على فكرة الفاي نوت أوف ذا كولكتور ما تهمنيش كتير. ليه؟ الإلكترون لو أنا قدرت أوكي أقلل البارير ده اللي هو بتاع الإيميتر جنكشن، ما إحنا قلنا دي اسمها الإيميتر جنكشن ودي هنا الكولكتور ده. لو قللت البارير ده اللي هو كيو فاي نوت ده قللته، الإلكترونز والإلكترونز قدرت تروح للبيز يعني توصل للبيز هنا، انتوا عارفين ايه اللي هيحصل؟ هنا خلاص هتزحلق وتروح للكوليكتور. يبقى بس ان انت اهم حاجه ان انت توصلها للبيز اوكي وتشدها بعد كده للكوليكتور، خلاص مفيش مشكله عندها خالص. بس ده يتحاول ايه، نحاول نعمله، وده السبب ان احنا بنحاول نخلي الاميتر جنكشن فورورد بايزد عشان نقلل البارير بتاع الاميتر، وبالتالي يبقى في انجكشن ايه انتو ذا بيز فروم ذا اميتر. طيب احنا لغايه دلوقتي ستيل لسه ات ثيرمال اكوليبريم. طب لو رسمنا الان الكارير ديستريبيوشن، انا عندي هنا خلي بالكم بقى في ان ان ذا اميتر وان في الكوليكتور، فساعات نسميها ايه ان اميتر ات ثيرمال اكوليبريم ان اي نوت وفي الكوليكتور ان سي نوت. واحد يقول بس انت عودتنا ان احنا نحط سافكس كمان اللي هو عشان اعرف ماجورتي ولا ماينورتي، فساعات بنقول ان ان يبقى دي majority of the emitter note at thermal equilibrium ان ان اي نوت يبقى زيها برضو ان ان سي نوت. ان دي اي يعني هي عباره عن equal ان donor of the ايه of the emitter، يبقى ان ان سي نوت او ان سي نوت equal ان donor of the collector. طبعا المينورتيز هتبقى العكس، بي ان اي نوت وبي ان سي اي نوت. في البيس هتبقى بي بي يبقى دي majority بي اوكي في بي تايب ريجن اوف ذا بيز بي اوكي الثيرمال اكوليبريم اللي هي ان اكسبتور اوف ذا بيز والماينورتي ان بي 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 ايه ان بي بي نوت. طبعا المفروض ده في ده كل ده في ده المفروض هيساوي ان اي سكوير اللي هو بيحقق طبعا الكونديشن بتاع الماس عشان اوكي. دي كده ده الاستراكشر بتاعنا وده الانرج باند دياجرام والايه والكارير ديستريبيوشن. نيجي بقى للسؤال بتاعنا، السؤال اللي احنا بنقول عليه الويت بتاع البيز. انت الترانزستور بتاعنا ده اقدر فعلا اريبليت ب تو دايتس كونكتد باك تو باك، وامتى اقول لا ما ينفعش؟ قال ده بيعتمد على الويت اوف ذا بيز، يعني لو مثلا في التصنيع في الامبلمنتيشن غلطوا وخلي الويت بتاع البيز كبير. على فكره الترانزستور في الحاله دي ممكن يبقى فعلا كانه اتنين دايتس باك تو باك. ازاي؟ ده بيعتمد على الويت اوف ذا بيز. عشان كده في بايبولر ترانزستور البيز بتاعتها بتبقى اللي بيسموها لونج بيز، الويت بتاع البيز كبير، وفي ترانزستور ثانيه الويت بتاع البيز صغير. طبعا انا اللي يهمني هنا الافكتيف ويت اوف ذا بيز اللي هو المسافه بين التو ديبليشن ريجنز دي.
دكتور. نعم تفضل. ممكن مع تصغير الويلز الديبليشن ريجون دي تبقى واحدة بس، يعني ما بقاش في فرق بينهم؟ حلو. في فينومينا بقى اسمها بانش ثرو، دي بتحصل فعلا في البايبولار ترانزستور وبتسبب بريك داون، لان المنطقة دي كلها الديبليشن بتاع الكولكتور هتوصل للديبليشن اوف ذا ايميتر، اوكي، والكاريرز هتدخل هتلاقي الكتريك فيلد عالي جدا وبيحصل بريك داون زي الافالانش بريك داون اللي احنا اتكلمنا عنه فين في البي ان جانكشن، بيسموه بانش ثرو. في الحالة دي مثلا لما اجي ارسم الانرجي بانداجرام الناحية البي مش هتبقى ثابتة كده صح؟ هيفضل في كيرف، يعني هو هيوصل بالناحيتين بكيرف صح؟ خلاص بقى مفيش البي، مفيش الثابت ده، مفيش طبعا. صح، ممتاز طبعا اكيد. ما دي فينومينا اسمها بانش بي يو ان سي اتش ثرو، ودي انا هتكلم عنها ان ديتيل شوية في المصفت لان احنا هناخد محاضرات كتير شوية في المصفت. انما البايبولر هنا انا هعدي على حاجات، اوكي، بعض الحاجات المهمه يعني، وهكمل بعد كده ان شاء الله في الاستراكشر بتاع المصفت، بس طبعا بعد ما ناخد الام اس كونت. فايه اللونج بيز؟ الويث بتاع البيز لو كان كبير بيسموه لونج بيز، لو كان صغير اسمه شورت بيز. زي ما انتوا عملتوا كده هتعملوا الاساينمنت بتاع الشورت بيز ايه دايت. ما هو فعلا، ما هو لو الويث بتاع البيز ده صغير كان عندي بي ان جانكشن في سايد الكوازي نيوترال ريجن بتاع البي الويث بتاعها صغير فاينايت، والكوازي نيوترال ريجنز بتاع الان ايه بيبقى انفاينايت. فده اللي كنت بقولت لكم حتى في الاساينمنتس حاطط لكم اللي هو الشورت بيز دايت، اللي هو يكون ايه سايد او كوازي نيوترال ريجنز من الاثنين يكون الويث بتاعها فاينايت، لانها ده بتسيميوليت حاله الترانزستور فعلا. ما ترانزستور اتنين بي ان جانكشنز سايد ويذ فاينايت ويذ وسايد ويذ ايه الويث بتاعه تنسو انفينيتي. هو بالنسبة لإيه الكلام ده؟ لما أقول ويث صغير ويث كبير بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإيه؟ ليه؟ الـ diffusion length of the minority inside the base. أنا عندي البيز هنا بي تايب minority n، فلو عندي الـ WP أكبر بكتير من الـ diffusion length ده معناه ايه؟ معناه حضرتك ان كل الكاريرز اللي طلع من الاميتر ماتت في البيز قبل ما توصل للكولكتر، يبقى فعلا الكولكتر هيطلع كارنت ايكوال ايه زيرو. واضح؟ يبقى كل اوكي كل الكاريرز اوكي اللي عندي، طبعا لو انت عامل تو بايس يعني عامل باتري على الدايت ده وباتري على الدايت ده، هتلاقي طبعا الدايت اللي هو الفورورد اللي هو بتاع الاميتر مثلا انت عامله فورورد هيمر الكرنت بتوين الايه الكرنت اي ميتر ايكوال اي بيس، وهيبقى في كلوز لوب كده ملوش علاقه خالص بالكولكتور. الكولكتور هتلاقي الكرنت فيه بكام؟ ريفرس ساتوريشن كرنت تنسو زيرو. فيبقى عندك فعلا كانك حاطط اثنين ايه كانك حاطط اثنين دايتس، بس لو قلنا يعني تو بايس كونديشنز مختلفين. انما لو كانوا سيريز وحاطط فولتج بتوين الكولكتور والاميتر اكيد طبعا الكرنت اللي هيمشي بزيرو. فده اسمه لونج بيز بايبولار جنكشن ترانزستور. في الحاله دي تقدر تاسيوم ان الترانزستور ده كانه ايكويفالنت لاثنين دايتس كده كونكتد باك تو باك. يبقى كده. طب في حاله الشورت بيز، لا الشورت بيز كونديشن بقى ان يكون الويث بتاع البيز صغير بالنسبه للايه للديفيوجن لين اوف ذا ماينوريتي انسايد ذا بيز عشان ما تلحقش يحصل لها ريكومبينيشن في البيز. اوكي، جزء صغير يحصل ريكومبينيشن، الباقي بس كله ده اللي يوصل فين بقى للكولكتور، يوصل للكولكتور اوكي يتشد عن طريق الالكتريك فيلد اللي موجود على الديبليشن بتاع الكولكتور ويوصل طبعا للكولكتور كده ويطلع لي صوره الكولكتور كارنت. اوكي، طبعا افضل بايس كونديشنز عشان الترانزستور افكت ده يظهر هو الفورورد اكتيف مود. الفورورد اكتيف كنا بنعمل ايه في الاميتر جانكشن والكولكتور جانكشن؟ البايس كونديشن شكلها ايه؟ اوصل الاميتر جانكشن تبقى فورورد والكولكتور جانكشن تبقى ريفرس بايست. صح كده اهو. الفولتج هنا طبعا ده اتفقنا خلاص في بي اي
وضع ال VBA يكون positive. اوكي ويكون يا ريت كمان اكبر من في جاما، انا عايزه يبقى فولي اون. وحاطط هنا بطاريه ثانيه اوكي كده. هنا بقى الفولتج هنقول ان هو اسمه في بي سي، بس في بي سي ايه خلي مثلا ريفرس، لو خلينا يعني لو خلينا فورورد ريفرس كده. في الحاله دي الويدث بتاع الديبليشن ريجن اوف ذا ايميتر هتقل، تصغر جدا. وطبعا احنا قلنا احسن بايس كونديشن في الفورورد ان انا اخلي الفي بي اي تساوي ايه الفاي اوكي نوت اوف ذا ايميتر اللي احنا كنا بناخد تاخد كنت بتاخدوها الديفولت فاليو بتاعتها في السيركتس في الالكترونيك سيركتس 0.7. والريفرس بقى مفيش مشكله، حط فولتج في الريفرس. انما زي ما زميلكم قال كده لا ده في برضه خلي بالك انه ممكن يحصل بريك داون في الريفرس البريك داون. وممكن على فكره في الباي بولر في كذا يعني كذا تايب اوف بريك داون. يعني فعلا زي ما انت قلت كده لو الويث بتاع البيس صغير انا ممكن كل ما ازود الريفرس فولتج ازود الريفرس فولتج الدبليشن هتبقى اكستندد اكستندد لغايه ما تقابل الايه الدبليشن اوف ذا ايميتر جانكشن ويحصل حاجه اسمها بانش ثرو. ده نوع من انواع البريك داون. وممكن الكوليكتور الدبليشن بتاع الكوليكتور نفسها قبل ما يحصل بانش ثرو اوكي ممكن يكون يحصل افالانش بريك داون. ومش احنا الالكتريك فيلد اتجاهه كده مش هنا دي بوزيتيف وهنا النيجاتيف صح كده؟ مش دي الدبليشن ريجن كده؟ اه فده الالكتريك فيلد. كل ما بخليه مور ريفرس خلي بالك ده كل ما بخليه مور ريفرس الالكتريك فيلد ده بيزيد جدا. والويث بتاع البيز ايه بيحصل له ايه الافكتيف ويث اوف ذا بيز بيقل. هو بيقل دي حاجه كويسه اه طبعا لان انت بتقلل المسافه اللي ممكن تتحركها الكاريرز في البيز اوكي يبقى كده ضمنت ان هو ايه الريكومبينيشن يقل جدا. يبقى زياده الفولتج ريفرس فولتج على الكوليكتور جانكشن اوكي بس اهم حاجه ما يوصلنيش للبريك داون عن طريق البانش ثرو او الافالانش بريك داون. يبقى في الحاله ديت انا كده ضمنت ان الويث بتاع البيز بيقل يبقى كده الريكومبينيشن في البيز بيقل اوكي. يبقى الكاريرز يبقى اللي حصل الميكانيزم اللي حصل ان خليت ان الاميتر جانكشن فورورد فيبقى كده البارير اوف ذا اميتر قل يبقى الكاري الالكترونز ابتدى يحصل لها ديفيوجن اوكي تبقى انجكتد توورد ذا بيز. الالكترونز الكتيره اللي في البيز ديت اهي جزء قليل منها بس اللي حصل له ريكومبينيشن في البيز وده اللي هيسبب لي البيز كارنت والباقي هيوصل للدبليشن ريجن بتاعت الكولكتور. هيقابل ايه بقى عند الدبليشن ريجن هيلاقي ايه؟ هيلاقي ايه عند الدبليشن ريجن؟ يبقى الالكترونز خلي بالكوا هيلاقي الكتريك فيلد عالي جدا ما تجي ريفرس خلايا الكتريك فيلد عالي جدا يروح شادد الالكترونز ومديها كان واخده كاينتيك انرجي عاليه وبتمر ثرو ذا ديبليشن ريجن وتوصل للكولكتور وتديني الكولكتور كارنت. عشان كده ساعات احنا بنقول الديبليشن ريجن في الحاله دي كانها بالظبط شورت سيركت ولا ايه رايكم؟ لو احنا فرضنا زي ما احنا اتكلمنا كده وقلنا في البي ان جانكشن لو احنا فرضنا ان مفيش ريكومبينيشن انسايد ذا ديبليشن ريجن يبقى كل الكاريرز اللي عند الايدج ده اوكي كلها اتنقلت هنا يبقى كانها سلكه شورت سيركت. واحنا لما بنيجي نتكلم او بنشتغل في اي ديفايسز فيها جانكشنز بي ان جانكشن زي باي بولر جانكشن ترانزستور او البي ان جانكشن بنأسيوم الكلام ده ان هي كانها شورت سيركت زي ما احنا عملنا كده في البي ان جانكشن. فكل الكاريرز هتمر كانها بيحصل لها سلايدنج ويحصل لها ايه وتروح للكولكتور بالشكل ده كده. هو ده الترانزستور افكت. الترانزستور افكت ان الالكترونز دي اللي وصلت هنا السورس بتاعها مش الكولكتور جانكشن. هي جايه منين دي اصلا؟ جايه منين؟ الالكترونز دي جايه من البلس بتاع الاميتر. من الاميتر. وهو ده الترانزستور افكت. ان يطلع لك في ريفرس بايز جانكشن كارنت اوكي واضح ان طبعا الكاريرز السورس بتاعه او الكاريرز دي جايه من ريجن اللي هي الايه الايميتر هي دي اللي عملت انجكشن للكاريرز دي. فالاستراكشر ده مهم جدا بتاع الباي بولر عشان يبقى فيه ترانزستور فعلا موجود لازم الكونديشنز اللي قلنا عليها دي كلها ايه تتحقق.
اوكي خلي بالكو لو سألتكو ترانزستور افكت ده لو انا سي مثلا بدل الكوليكتور جنكشن دي ما خليها ريفرس خليتها شورت حطيت عليها شورت سيرك هل الترانزستور افكت ده هيتحقق؟ يعني خليت الاميتر فورورد بايس والكوليكتور جنكشن حطيت عليها سلكه هيبقى فيه ترانزستور افكت ولا مفيش؟ لا مفيش. لا ليه؟ عشان مفيش فيلد يحرك الالكترونز يا راجل هو في النو بايس مفيش الكتريك فيلد اكروس الديبليشن ريجن في بتاع السبب صح يبقى في ترانزستور افكت انت قال الكتريك فيلد مش عالي مش عالي بس في ترانزستور افكت يعني كنت الكارنت هتبقى اقل مفيش مشكله انما في ترانزستور افكت طب ايه رايك لو قلت لك لو خليت الكوليكتور جانكشن فورورد بايس هيبقى في ترانزستور افكت ما خليتها فورورد بايس بقد ايه ما على حسب برضو هل الفورورد ده اكبر من الالكتريك فيلد بتاع سيمن الكوريبيوم ولا لا صح لا احنا قلنا الفورورد ده اكبر حاجه في الفورورد انت تسوي فاي نوت فلو انت اقل من فاي نوت يعني لو في ديبليشن ريجن اتجاه الالكتريك فيلد هل اتغير في الفورورد لا مش هيتغير مش هيتغير يبقى بيبقى برضه ترانزستور افكت ما هو فورورد اون وان اللي هو كنت انتوا بتسموها ايه ترانزستور التو جانكشنز بو اون وان اللي هي ايه حد فاكر لو باي بولر جانكشن ترانزستور تقريبا ساتوريشن ساتوريشن ما هو ده مود اوف اوبريشن للمود بتاع الترانزستور اللي هو ساتوريشن في ترانزستور افكت طبعا موجود برضه يبقى ان جنرال ترانزستور افكت موجود بس قيمه الكرنت اللي بتتغير كل ما الالكتريك فيلد يكون كبير بيبقى فيه تو افكتس اولا الويث بتاع البيز بيقل ثانيا الكاينتيك انرجي اللي بتاخدها الكاريرز في البيز عشان توصل للكولكتور بتكون كل ما بخليه مور ريفرس كل ما يكون اكبر اوكي انما ترانزستور افكت بيفضل ايه بيفضل موجود يبقى احنا كده احنا كل كلامنا هنا على ال يتموه فورورد اكتف مود ده مود من ضمن المود بتاع الاوبريشن لان عندي 2 بي ان جانكشنز وكل واحده ممكن تكون فورورد وريفرس اور اون واوف يعني ان جنرال اون واوف 2 وكل وهم 2 يبقى 2 باور 2 يطلع لي كام 4 احتمالات واحده منهم اللي هي الفورورد اكتف وعلى فكره المود اوف اوبريشن ده هو ده اللي بديزاين عليه الترانزستور يعني بحاول اوكي لان في المود اوف اوبريشن ده اللي بيحصل ان اخلي الاميتر جانكشن فورورد بحاول الغي الديبليشن ريجن في الاميتر فبيحصل انجكشن لكاريرز عالي جدا توورد ذا بيز الكاريرز اللي وصلت للبيز بنحاول نقلل الكاريرز اللي هتبقى ريكومباين في البيز عن طريق ان احنا بنقلل الويث بتاع البيز واللي هيوصل للديبليشن ريجن بتاع الكوليكتور اللي هي اوريدي ريفرس بايز هتلاقي الكتريك فيلد عالي فيروح شاددها او ساحبها ووصلها لمين للكوليكتور ريجن وتطلع لي في صوره الكوليكتور كارنت اوكي طيب برضو مطلوب مننا ان احنا نرسم الانرجي باند دياجرام في حاله الفورورد اكتف مود وفي والاي كارير ديستريبيوشن طبعا احنا كنا بنرسم ازاي احنا حاطين بطاريه كده لو خدنا النيجاتيف بتاع الفي بي اي ريفرنس جراوند كده خدنا دي ريفرنس جراوند يبقى البيز الفولتج عليها مور بوزيتيف عن الاميتر مور بوزيتيف يبقى يحصل ايه للفيرمي ليفل او للباند بتاعه البيز بتاخد دلتا اي انرجي بالنيجاتيف فيبقى الباند دي كلها تنزل الديفرنس ده هو ايه الديفرنس ده هو ديو تو الاكسترنال انرجي اللي هي كيو في الايه في الفي بي صح تمام طيب نيجي هنا ريفرس ريفرس بايز كولكتور جانكشن انا هاخد البيز اوكي هاخد البيز ريفرنس هنا جراوند ريفرنس جراوند بالنسبه للايه بالنسبه للكولكتور هيبقى الكولكتور الانرجي بتاعته الدلتا اي بالنيجاتيف هتخلي كل الايه الاي اف في الكولكتور تحت الاي اف اوف ذا بيز الديفرنس ده يا جماعه دي الاكسترنال انرجي اللي هي كيو في ايه في ريفرس في ريفرس بقى براحتك ممكن تقول مودلس في بي سي اور كيو في سي بي زي ما انت عايز اوكي فواضح كده ان انا هوصل البانز ديت كوادراتيك الاي سي والاي سي مع الاي سي والاي في فيطلع لي كده ان البارير هنا واضح ان هو ال اهو جدا بقى عباره عن كيو
by node of the emitter junction minus VB. اه اوكي. وطبعا البارير في الناحيه الثانيه زاد اوكي اللي هو كيو فاي نوت بلس البي ريفرس او مودرس في بي سي. البارير هنا قل فالالكترونز انجكتد توورد ذا بيز وبعد كده هيلاقي الالكتريك فيلد هنا عالي. الالكتريك فيلد ده بيسحب الالكترونز ويوصلها فين؟ للكولكتر. اوكي يا جماعه. طبعا برضو انا راسم ده فور الايه؟ فور الان بي ان. ممكن اطلب منك ان انت ترسم فور البي ان بي. طيب برضو في الكونديشن بتاع شورت بيز هو ده الكونديشن بتاع الترانزستور اللي يبقى فيه ترانزستور افكت. عايزين نرسم الكارير ديستريبيوشن اسيومينج ايه؟ زي ما احنا عارفين لو ليفل انجكشن. لو ليفل انجكشن معناه ان الماجوريتي زي ما هي. يعني ايه؟ يعني ال ان اي نوت او ان ان اي نوت وان ان سي نوت دي الايكوال ان دي اي في حاله الاميتر وان دي سي في حاله الكولكتور زي ما هي. والماجوريتي اوف ذا بيز اللي هي بي 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 نوت اللي هي ان اكسبتور اوف ذا بيز كل ده فلات كده ما حصلش فيه اي تغيير نتيجه الايه الاسامبشن اللي هو لو ليفل انجكشن. طيب احنا عندنا بنقسم من الويت بتاع الاميتر والكولكتور اوكي انفينيت ويت انفاينايت كبير. معنى كده ان ايه؟ انا عامل هنا فورورد بايس دي اون ودي اوف ودي خليها مثلا ريفرس. لو قلت لك ارسمهم لي كده ارسم لي المينوريتي ديستريبيوشن في حاله الفورورد اكتيف مود فور لونج بيس باي بولر جنكشن ترانزستور يطلع شكلهم ايه؟ لونج بيس دي الاميتر جنكشن هيطلع شكل ايه فور لونج بيس؟ طبعا الدوبنج هنا عالي اهو اوكي احنا واخدين دي كده لونج بيز. لو كان البيز هنا لونج نكبر شويه نخليها لونج فعلا يعني هنقول الويث ده كبير الويث بتاع البيز ده كبير. ايه اللي يحصل بقى؟ حد يعرف يرسم لي الشكل ده يطلع ازاي؟ هيبقى ناحيه ال طبعا دي فورورد يعني زي ما احنا عارفين اهي ناحيه ال ناحيه الاميتر هيبقى أه. مثلا اذا حضرتك راسم كده بعد كده خط مستقيم بعد كده يحصل ينزل لتحت تاني اكسبوننشال. ممتاز أه. صح ده معناه ان هم ماتوا خلاص. يعني هو هنا على فكره في الحته دي وصل للثيرمال اكوليبريم يعني هو مش شايف اي بايس كونديف فولتج هنا خالص. اوكي مفيش كاريز مفيش اكسس هنا خالص. اوكي فعلا زي ما انت قلت ده فور اللونج بيت. فيبقى كانك لو انا جيت كده كان انا عندي هنا دايد ريفرس وهنا دايد فور تو دايدز واحد اهو كده ريفرس بايس واحد هنا كده فور بالشكل ده كده. انما لو انا قعدت اصغر البيز بقى اصغر البيز ايه اللي يحصل؟ لو صغرت البيز قوي وبقت اصغر بكتير من ال ان بي كانك خدت سيجمنت من الاكسبوننشال اللي طالع ده. طبعا واضح ان عندي هنا الكاريرز اللي موجوده في البيز اكسبوننشال رايز كده في ناحيه الاميتر جنكشن واكسبوننشال اوكي فول كده في ناحيه الكولكتور جنكشن. الاكسبوننشالز دي بتديني ايه بقى؟ تحس ان الكرنت في الاخر طالع في صوره شاين وكوشاين اوكي والريشيو بتاعتهم تانش. الناس اللي هتعمل ديريفيجن للشورت بيز بي ان جنكشن هيطلع لها الكونديشنز دي هيطلع لها اوكي هتلاقي في اكسبريشنز لوكوشاينز طالعه. يعني ما هو اكسبوننشلز نيجاتيف واكسبوننشال بوزيتيف. وده اللي بيحصل فعلا في الشورت بيز لما بقسم ان الويث ده صغير ف
فواضح ان كاني خدت سيجمنت من الاكسبوننشال فيبان كانه ايه لينير. وليه ظهر لينير كده في البيز؟ لان انا واخد سيجمنت واخد الويث بتاع البيز صغير جدا بالنسبه للايه للديفيوجن لينير فظهر لك ايه لينير بالشكل ده. انما فور لونج بيز لا يظهر لي كده انما ده هنا الويث بتاع البيز صغير. ماشي فيطلع لي كده. يبقى ده عندي الكارير ايه ديستريبيوشن اوكي في حاله الفورورد ايه اكتيف مود وده ديزايرد مود اوف اوبريشن قلنا وده اللي بديزاين عليه الايه ترانزستور. انما ده مش معناه ان ده المود الايه المود اوف اوبريشن الوحيد لا ده في ممكن في ساتوريشن لو الاثنين فورورد اون او في كات اوف مود اوف اوبريشن لو الاثنين ايه اوكي ريفرس او الاثنين اوف. وفي عكس الفورورد اكتيف مود في مود اسمه ايه عكس الفورورد اكتيف اسمه ايه ريفرس ريفرس ام ما ريفرس ريفرس ده احنا قلنا ده ثلاث نوع. طب تعال نقول انا عندي اثنين بي ان جانكشنز فهي كل واحده ليها حالتين. انا اوكي هتكلم عنها هنا اعملها يعني انا باسيوم ان انتوا المفروض يعني عرفتوا الكلام ده في الالكترونيكس وبعد كده الالكترونيك سيركت انا هعمله لكم تاني. ماشي اوكي جماعة تمام تعالوا بقى اوكي ممكن نكفر دلوقتي المودز اوف اوبريشن المختلفة للبايبولار جانكشن ترانزستور. برضو احنا هنأسيوم هنا ايه عندي ان بي ان ترانزستور تمام. ال NBN طبعا الستراكشر بتاعه احنا عارفينه هو ده N بلس PN وده الالكترونيك سيمبول بتاعه عندنا 2 بي ان جانكشن الميتال جانكشن والكوليكتور جانكشن اوكي وده تمام. اول كونديشن اللي كنا بنتكلم عنه حالا دلوقتي ان دي فورورد اون ودي اوف. اون واوف ديت دي اللي هو السيركت سيركت موديل او لارج سكيل سيجنال موديل قلنا بدل ما نقول فورورد ريفرس يبقى اون واوف. الكونديشن بتاع الاون ايه طبعا انت اي بي ان جانكشن اون يعني معناه ان الفولتج اللي ابلايد عليها في حاله الاميتر جانكشن قصدي في بي اي يكون اكبر من ايه بقى او يساوي في جاما اوف ذا اميتر. هو في جاما بتاع الاميتر زي الفي جاما بتاع الكوليكتور اكيد لا اه طبعا ما هو ده ابروكسيميشن احنا قلنا الفاي نوت بتاع الكوليكتور اصغر من فاي نوت اوف ذا اميتر فلما تيجي تاخد الاسيمتوت الاكسبوننشال اكيد هيقطع عند بوينت برضه في جاما اوف ذا اميتر اكبر من في جاما اوف ذا كوليكتور تمام. ده اللي احنا قلنا عليه فورورد active
قلنا طبعا الترانزستور ان جنرال معروف ان هو عبارة عن نود بتحقق ان الاي اميتر ده التوتل ايكوال اي سي بلس اي بيس، ودي هنعملها كمان الانترنال كارنس، بس دي من السيركت انتوا عارفين الكسي اليدي المعروفة كده البايبولار جنكشن ترانزستور. في حالة الفورورد اكتف مود بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان الكارير انجكت من الاميتر جزء منها اوكي بيركومباين في البيز فبيسبب لي البيز كارنت، وكل معظمها بيوصل للكوليكتور. قد ايه وصل للكوليكتور فروم ذا اميتر سايد؟ بيقولوا وصل سيرتين ريشيو اسمها الفا فورورد الفا اف. واضح ان الريشيو دي الفا اف ايه؟ اكيد اكيد اصغر من ايه؟ من واحد، صح؟ طب ما احنا قلنا لسه قايلين كده لو الاي سي جزء من الاي بيز باكيد بقيه الاجزاء بقيتها فين في الاي سي جزء من الاي اميتر، يبقى اكيد بقيه الاي اميتر موجوده في البيز. اوكي، فيبقى كده اقدر اقول ان الاي سي او الاي بيز 1 ماينس الفا اي. الريشيو بتوين ان بتوين بتوين الاي سي والاي بيز اللي احنا بنسميها ايه بقى؟ الكلام ده طبعا فاميليار بيه واشتغلته بكتير، صح كده ولا ايه؟ وات ذا ريليشن بتوين الفا وبيتا؟ واضح من اهو انا لسه مطلعها، يبقى كده بيتا هي عباره عن الفا على ايه؟ ده احنا واحد ناقص الفا. اه طبعا احنا نطلع اكسبريشنز كمان للكلام ده. الفا وبيتا دي بنسميها الايه؟ دي عباره عن شورت سيركت كارنت امبليفيكيشن فاكتورز، يعني واحد الالفا اللي هي الريشيو بتوين اي سي واي ميتر، والبيتا اللي هي الريشيو بتوين اي سي واي بيز. بس كل الكلام ده فين؟ في اندر فورورد اكتف مود اوف اوبريشن. طبعا في الفورورد اكتف مود ده لازم نخلي الاميتر جنكشن فورورد عشان الاميتر انجكت كاريرز، فعشان كده بنحط الفي بي اي بقيمه زي ما احنا قلنا اكبر من في جاما. الديفولت فاليو بتاعتنا في الالكترونيك سيركت كنت بتاخده في بي اي بكام؟ بوينت 7 فاكرين؟ بوينت 7 اه تمام، حلو جدا. وكنت قلته كمان ان المود اوف اوبريشن ده هو ده لازم يشتغل فيه الترانزستور عشان يحصل امبليفيكيشن. ليه؟ لان البيتا دي مثلا كنت بتاخد الديفولت ب 100، معناه لو انا الفويس بتاعي عامل فاريشن في الاي بيز صوتي، يعني عامل فاريشن في اي بيز بسورتين فاليو، هيحصل فاريشن في الكوليكتور ببيتا مره، فده كده هو الامبليفيكيشن اللي بيحصل في الكارنت. الامبليفيكيشن اللي في الكارنت ده لو مررته في ريزيستنس اللي هو السبيكرز السماعات يعني ليها ايكوفالنت ار، اتحول لفولتج يبقى كده في باور. فعشان كده اي امبليفايرز بتستخدم البايبولر جنكشن ترانزستور لازم يكون الترانزستور ده شغال فين بقى؟ في الفورورد اكتف مود اوف اوبريشن، معناه ان لازم يكون الاميتر جنكشن فورورد بايزد والكوليكتور ايه؟ ريفرس او اوف يعني. طيب انتوا كنتوا في الالكترونيك سيركتس لما بتاسيوم الاوبريشن فورورد اكتف وتحل، المفروض ان انت بتتشك اللي انت قلته ده، صح؟ لان ممكن الباتريز اللي موجوده في السيركت تكون تريكود تخلي ترانزستور ساتوريشن او زي مثلا كاتو. ايه اللي تشيك؟ حد فاكر كان ايه اللي تشيك اللي بيعمله في الفورورد اكتف عشان يتاكد ان هو صح؟ ان البي سي اي اكبر من 0.3، صح كده. اوكي، ودي هنحطها دلوقتي وهكتبها هرجع لها تاني. طيب لو انا خليت ال 2PN junctions الاميتر junction الكوليكتور junction دي اخليها on وon. يعني ايه on وon؟ يعني حاطط هنا VBE on اكبر من او يساوي في جاما of the emitter junction، وهنا VBC اكبر من في جاما of the collector junction. اوكي، ايه اللي يحصل بقى هنا؟
ايه اللي يحصل؟ واحد يقول لي ده انت كده عندك الاثنين اون صح؟ اه ادي ان بي ان، يعني انت حاطط بي اون كده وحاطط بي اون كده، يبقى عندك في بي اي هنا هي ايه ودي في بي سي صح كده؟ تمام. يبقى هنا في ديبليشن ريجن صغيرة جدا وهنا ديبليشن ريجن صغيرة جدا. خلي بالكم انه برضو هنا لسه ستيل الالكتريك فيلد زي ما احنا قلنا كده، هيبقى في ترانزستور افكت الالكتريك فيلد كده. ففي كاريرز جايه من الايميتر توصل للبيز، الكاريرز دي اوكي الالكتريك فيلد قليل قوي هيشد شويه ووصلهم للكولكتر تمام. بس في اكشن تاني، ان خلي بالك ان بي ان جانكشن دي فورورد، فبي انجكشن تاني، يعني في كاريرز الكترونز جايه من هنا لهنا الكترونز اوكي، السورس بتاعها منين؟ من الايميتر، عددها قليل، وفي الكترونز تانيه طالعه كده اوكي جايه من الكولكتر فين؟ للبيز صح ولا ايه؟ بلس كمان ان في هولز جايه من الايه؟ من البيز الاميتر. وخلي بالك ان البي ان جانكشن دي فورورد، يعني ايه فورورد؟ يعني فورورد معناه اوكي، يعني تعالى نخلي الفورورد الفورورد اكشن الاول. فورورد معناه ان في انجكشن من الاميتر من الكولكتور الان ريجن البي ريجن الكترونز جايه كده وهولز جايه كده. يبقى هنا في اكسس وهنا في اكسس وهكذا، واضح؟ ادي واحد. طب ايه تاني؟ كاريرز تانية هنعملها بلون تاني، ان في عندي كده الكترونز اللي جايه من هنا دي كده اهي، جزء كده وجزء هيكمل كده. وطبعا الالكتريك فيلد قليل، خد ايه بعض الالكترونز كده. كل الاكشنز دي بتحصل. واضح هنا ايه؟ واضح هنا ان احنا طبعا هنعرف ان البيز الدوبنج ليفل بتاعه بيبقى قليل جدا. اوكي؟ فواضح هنا ان الانجكتد الكترونز من البيز الكولكتور مش تبقى كتير، اللي هي السورس بتاعها الاميتر. اوكي؟ وفي نفس الوقت عندي ايه؟ عندي انجكشن من الكولكتور للبيز. الكلام ده الانجكشن بتاع الكولكتور من الكولكتور للبيز ده ما كانش موجود في حاله الفورورد اكتف. معنى كده ان كان البيز ديت شايفه ايه؟ تعالوا نبص على البيز، يعني كان البيز هنا احنا موقفين حد هنا. البيز كده شايفه ايه؟ شايفه ان في انجكشن جاي لها من الاميتر وفي انجكشن جاي لها من الكولكتور. فالبيز كانها كتانك كده يحصل له ايه؟ جايله من هنا وجايله من هنا، فالتانك ده عمال يتملي يتملي بالكاريرز بالتشارج لغايه ما يحصل ساتوريشن. عشان كده ده بيسموه ايه بقى؟ تاني بس ساتوريشن مود. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل انجكشن فروم ذا اميتر انتو ذا بيز، جزء من الالكترونز دي بتروح للكولكتور، وفي انجكشن فروم ذا كولكتور اوكي انتو ذا بيز. يعني كان البيز جاي لها من الكولكتور وجاي لها من الايه؟ من الايميتر. كل ده بيحصل. فالبيز نفسها الكاريرز اللي جاي لها بقت اكتر من الكاريرز اللي كانت بتجي لها في حاله الايه؟ الفورورد اكتف، بقى في سورس تاني للكاريرز اللي هو الكولكتور. اوكي؟ بلس طبعا زي ما احنا قلنا ايه؟ الكولكتور واضح كده ان الكاريرز اللي هتجيله الريسورس بتاع الايميتر بتقل يعني. وواضح ان البيس كارنت هنا هيزيد، البيس كارنت هنا هيزيد لان واضح ان الكاريرز
اللي جاية من الإميتر ما بقتش من الإميتر بس، ده بقت من الإميتر ومن الكولكتور. هنا ما بقتش فيه ريليشن أوكي amplification ratio between the base and collector، أو ما فيش كده ratio between the emitter والA وبين collector والإميتر. واضح إن في components كتيرة للcurrent، فالratio دي عمالة بتتغير. عشان كده بيقولوا الريليشن الوحيدة اللي valid هنا إن ال closed loop for أو ال KCL دي بتتحقق I emitter equal IC plus I base. إنما ما فيش هنا ما فيش حاجة اسمها beta أو alpha. أمال إيه؟ قال انت هنا حاطط اللي متأكدين منه ان احنا حاطين VBE خلينا فورورد، قلنا الديفولت بتاعها بناخده 0.7، واحنا خلي بالكم كمان احنا حاطين VBC فورورد، بس VBC المطلوبة في الفورورد بتاع الكوليكتور اصغر من VBE المطلوبة في الاميتر، لان الاميتر الدوبينج عالي فمحتاجين VBE كبيرة. يعني لو كان VBE بناخدها 0.7 اكيد VBC هتبقى اقل، فلو الديفولت مثلا ساعات بياخدها 0.5 او 0.4، فلو كانت في بي سي 0.4 يبقى الفولتج بتوين الكوليكتور والاميتر قد ايه؟ لو في بي سي 0.4 وفي بي 0.7 يبقى في سي قد ايه؟ 0.2 او 0.3. اه صح، وده الديفولت كنت بتاخده 0.3. ليه؟ لان كنت تاخدي فورورد دي فورورد. ايه ده؟ واضح ان الترانزستور الفولتج بتوين الكوليكتور والاميتر صغير قوي 0.2 او 0.3، يعني كانه بالظبط كانه ايكويفالنت، كانه سلكه، كانه سويتش كلوز، اي كلوز سويتش. طب انا هنا كنا اتفقنا ان حتى في الالكترونيك سيركت لما بتيجي تاسيوم فولتج، لما تيجي تشيك تشيك بالفاريبل العكس اللي هو الكارنت. طب ايه اللي تشيك في حاله الساتوريشن؟ ايه اللي تشيك؟ ان الريشيو بين الكوليكتور والبيز اقل من البيتا. اه حلو جدا، ودي هن برضه هنجيب. اوكي اخر حاجه عندنا بقى، لو كان ده اوف وده اوف، او دي قبل الاخيره اوف واوف، يعني انا حاطط فولتجز اصغر من في جام. ايه اللي يحصل هنا بقى؟ ده طبعا واضح ان الـ 2PN junctions هيبقى reverse bias، هتبقى off، يعني الكارنس اللي هو تنسو زيرو، ده بيسموه الـ cutoff. وكل الكارنس هنا تقريبا بزيرو. اوكي؟ عشان كده الترانزستور كأنه ايه؟ كأنه سويتش، اوبن سويتش كده. وده السبب ان الاتنين دول اوكي، الاتنين دول مرتبطين مع بعض في الابليكيشنز، اللي هي الابليكيشنز اللي هما بيشتغل فيها كسويتشز، اللي هي ايه بقى؟ اللوجيك. اه اللي هي انجنرال ديجيتال ديجيتال سيركتس. عايز تعمل جيتس بقى، عايز تعمل اي حاجه اوكي، يبقى الترانزستورز بتاعتك ساتوريشن كات اوف، اون اوف اون اوف. اوكي ناقص لنا بقى، شفت نقص نسينا هنقفلها. نقص لنا
طيب لو كان دي بقى ده اوف وده اون، دي اخر حاجه الحمد لله. ايه اللي يحصل لو كان ده اوف وده اون؟ يبقى مين اللي انجكت كاريرز؟ مين اللي انجكت؟ كولكت. ومين اللي هيكولكت؟ لا مين اللي هينجكت؟ لا اللي بينجكت هو الفورورد بايز جانكشن. انت مسمي ده المترو ده كولكتور بس المشكله ان ايه؟ ان الكولكتور بقى هو الفورورد بايز كولكتور جانكشن والاميتر بقى ايه؟ ريفرس بايز. مش الاميتر جانكشن الكولكتور جانكشن اون، يعني البارير قال فالكولكتور هينجكت. طب الكولكتور الدوبنج بتاعه بقى عالي عشان ينجكت كاريرز كتير؟ لا. طيب هينجكت في البيز، الاميتر الاريا بتاعته كبيره عشان يكولكت عدد كبير من الكاريرز انجكتد فروم ذا كولكتور؟ لا. يبقى انت كده عملت ايه؟ انت كده غيرت الفانكشن بتاع كل واحد، خليت انت على ما عملت الديزاين وعملت فابريكيشن المفروض خليت الكولكتور اريا كبيره عشان يكولكت، وخليت الاميتر دوبنج عالي عشان يامت، صح؟ انت دلوقتي في المود اوف اوبريشن ده عملت ايه؟ غيرت وظيفه كل واحد، الاميتر عايزه يكولكت خليته ريفرس بايز، والكولكتور عايزه يامت. يبقى ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل هنا؟ البيس كارنت تقريبا هيعلى، هتعمل ديجراديشن في البرفورمانس. يعني ايه؟ يعني الايكويشنز بتاعه الفورورد اكتف هتبقى فاليد، بس ايه بقى هنا؟ بقى بدل اي سي بقى اي اي، يعني اي اي هو اللي بيساوي الفا بس اسمها الفا ار اي سي، كل حاجه تعكس. ما هو التوتال كارنت هنا اي سي، اي سي ايكوال اي اي بلس اي بيس، تخيل. يبقى عندنا هنا اي سي ايكوال اي سي بتساوي اي اي بلس اي بيس. يبقى الايكويشنز بتاعتنا ايه بقى؟ اي اي ايكوال الفا ار اي سي، واي اي 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 بتساوي بيتا ار اي بيس. حد يقول لي بيتا ار دي تبقى اسمها بيتا ار ديت قد ايه؟ صغيرة أوي. والمود اوف اوبريشن ده بيسموه ايه؟ ريفرس اكتف. هل الريفرس اكتف ده ديزايرد مود اوف اوبريشن؟ احنا هنشغل فيه ترانزستور، ده حصل ديجراديشن في البرفورمانس، الكوليكتور شغال كاميتر والاميتر ككوليكتور، عشان كده المود اوف اوبريشن ده ما بنشتغلش فيه خالص. بس ممكن تصادف ان سيركت مثلا وخصوصا في الديجيتال ابلكيشنز ان ممكن وهي بتسويتش بتوين اون واوف تمر في المود اوف اوبريشن ده، فده حاجه انديزايرد، مش عايزين نشغل فيه ترانزستور خالص لانه بيحصل ديجراديشن في البرفورمانس، ده اسمه ريفرس اكتف مود، لان كل حاجه اشتغلت عكس الايه الديزاين بتاعها. الكولكتور بدل ما يكولكت بيامات، والاميتر بدل ما ينجكت كاريرز وامات كاريرز بيكولكت، ولا ده اريا كبيره الاميتر مش اريا كبيره زي ما انتم شايفين كده، والكولكتور الدوبنج قليل، عشان كده بيحصل ديجراديشن في الايه في البرفورمانس. اوكي اخر حاجه بس احنا اللي يهمنا هم الثلاثه اللي هو الفورورد اكتف ساتوريشن والكات اوف، اللي بيبانوا على الكاركترستيك اللي انتم عارفينها كلكم. لو رسمتها اي سي مع في سي اي بيطلع لنا بالشكل اللي انتوا عارفينه approximately. طبعا ده اي بيز في زيرو، بيبقى عندي هنا ده الكات اوف. اوكي وده الفولتج في سي هنا قليل،
اللي هو 0.2 أو 0.3 ده saturation. وين بتوين هو الايه بقى الفورورد لاج كل ده. طبعا واضح ان في الفورورد اكتيف كل كيرف عن 13 اي بيز عن 13 اي بيز الاي سي تقريبا في الفورورد اكتيف كنتو اوكي ثابته ما تتغيرش مع تغيير الفي سي اي. ما هنشوف طبعا هنلاقي لا بس ده طبعا ده الايديال ترانزستور. بالاي سي بتساوي طبعا في الفورورد اكتيف بيتا اف اي بيز اوكي. واضح من هنا زي ما انتوا قلتوا والله لو انا شغال جوه الفورورد اكتيف واضح ان الفي سي في الفورورد اكبر من الفي سي بتاعت مين بتاعت الساتوريشن. وهو ده الكونديشن لازم الكوال عليه ان انا هنا المفروض اللي تشيك بتاعي ان انا اجيب في سي اي في الاكتيف واتشيك انها اكبر من او يساوي في سي اي في الساتوريشن اللي انتوا كنتوا بتاخدوا الديفولت بتاعها بكام 0.3 فولت او 0.2 على حسب يعني. طيب الساتوريشن اللي تشيك بتاعه ايه؟ لو خدت كيرف من الكيرفات دي اهو لو انا هنا اكتيف لو انا هنا ساتوريشن واضح ان الاي سي طبعا والكيرف كله عند نفس مين عند نفس الاي بيز واضح ايه واضح ان الكرنت اللي طالع في الساتوريشن اصغر من الكوليكتور كرنت بتاع الاكتيف. الكوليكتور كرنت في الساتوريشن اي سي ساتوريشن اصغر من الكرنت بتاع الاكتيف اللي هو ايه اللي هو ايكوال بيتا اف اي بيز. يبقى فعلا اي سي في الساتوريشن اصغر من على اي بيز اصغر من الايه من بيتا. بيتا ساعات الريشيو دي بيسموها ايه بيتا بيسموها بيتا فورسد. يعني بيسموا بيعرفوا حاجه اسمها بيتا في الساتوريشن بيسموها بيتا فورسد. هم بيسموها كده يعني طبعا واضح انها بتتغير اكوردنج للاي ساتوريشن انت هنا ولا هنا ما كل ده ساتوريشن. انما بيتا فورورد بروبرتي ده باراميتر معروف حتى في افوميترز بتقيس البيتا دي اللي احنا كنتوا بتسموها اتش اف اي كابيتال. في الكات اوف واضح ان طبعا في الكات اوف اللي تشيك انا كده باسيوم فولتج ولا كارنت في الكات اوف كارنت ان كل كارنت بزيرو يبقى تشيك بالايه بالفولتج اتشيك ان التو كونديشنز دول بيتحققوا. التو كونديشنز دول ان الفولتج اكروس الايميتر جانكشن اصغر من في جاما اوف ذا ايميتر والفولتج اكروس الكولكتور جانكشن اصغر من في جاما اوف ذا كولكتور. يبقى دي كده بس سامري على المودس اوف اوبريشن البابولار ترانزستور المفروض استخدمتوها في الالكترون الكترونيك سيركت في الالكترونكس وفاميليار بيها يعني. طبعا دي حاجه زياده يعني اوكي انا مش هاجي اسالك في الامتحان اقول لك ايه المود اوف اوبريشن او اديك سيركت وكده لا انا بس يهمني بعض البارامترز يعني ايه الفا ار وايه بيتا ار بيتا اف الفا اف والفا اف وبيتا اف دي المين بارامترز اوف ذا ترانزستور دي اللي مهمه جدا ودي اللي المفروض نطلع لها ان شاء الله في المحاضرات الجايه اكسبريشن اوكي فاحنا هنقف لغايه كده ان شاء الله ونكمل بعد الميد تيرم. لو حد ليه سؤال يقول لي دلوقتي اتفضلوا. معلش يا دكتور وانا كان عندي سؤالين بس مش تبع المحاضره يعني. طبعا. بالنسبه للتسليمه بتاعه المايلستون يعني هو مثلا ان انا كل اساينمنت لوحده واجمعهم في ملف وينر واحد ولا كلهم في لا 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 بي دي اف فايل واحد بس كل واحد كانك عملت كانك حليته تسكان وبتحول بي دي اف وتكومباين كله بس تمام. مكتوب الهيدر بتاع مثلا اساينمنت 1 اساينمنت 2 اساينمنت 3 كده تمام. ده هو سؤال تاني. سؤال هو الامتحان هيبقى ام اس كيو ولا ريتن؟ لا ده هيبقى كومباينيشن في حاجات يعني. تمام شكرا يا دكتور. اوكي تمام يا جماعه. اوكي دكتور كان في بس السؤال في محاضره قبل كده
اوكي، بس قبل ما تسال سؤالك انا تاني باكد الشباب اللي هم اي سي اي 331 اوكي اللي بيحضروا برضو معنا هنا يحضروا في نفس السلوت الاكزام سلوت اوف بتاعه مين 311 331 انا طلبت الريكوست ده اوفيشال فينزل لكم جدول فيه الكلام ده ان انتوا كلكم هتمتحنوا مع بعض. اي ثينك انتوا امتحانكم يوم يوم الاثنين صح ولا ايه؟ يوم الاثنين 22. المهم يعني كل تبص على الاكزام سلوت بتاع 311 اوكي وتمتحنوا معاه. اتفضل. هو دلوقتي في الفورورد اوبريشن بتاع البي ان جانكشن بيبقى الماجوريتي كارير بتعمل دريفت كارنت. صح تمام. دريفت احنا قلنا الماجوريتي بيبقى دريفت كومبوننت والماينورتي ديفيوجن، بس احنا قدرنا نجيب التوتال كارنت عن طريق ايه؟ عن طريق ديفيوجن اوف ذا ماينورتي. اوكي تمام. والسؤال كمان هو دلوقتي كوازي نيوتر اللي هو كوازي فيرمي ليفل او نيوترال ريجن معلش هو حضرتك قلت وريته لنا ان هو بيبقى في الفورورد او الريفرس بس صح؟ طبعا لان بيبقى في الكتريك فيلد موجود في كوازي نيوترال ريجنز نتيجه وجود التشارجز. التشارج مش نيوترال فيه، اتغيرت يعني اللي هي انا قصدي عشان هي المينوريتي كارير في التو سايدز بتقل فعمل كوازي نيوترال ريجن. هو في تشينج طبعا. نيوترال معناه ان كل يعني كل ريجن محتفظه بالايه بالنيوتراليتي بتاعتها عن طريق الاتومز اللي موجوده فيه، انما لو كاريرز اتنقلت من مكان لمكان بقت كوازي نيوترال ريجنز، والكلام ده بيحصل فعلا في الفورورد وفي الريفرس. تمام شكرا لكم. اوكي نتيجه اللي انتوا لما رسمنا الماينوريتي بقى في بندنج بقى في كده اكسبوننشال سواء رايز في او اكسس في حاله الفورورد او فول كده اللي بتقل ماينوريتي نتيجه الايه كارنت في حاله الايه الريفرس. ما انا كنت بسال ان هو الكوازي دي نتيجه من طبعا التغير التغير اللي حصل في الماينوريتي ده معناه ان في تشينج برضو بيحصل في عشان كده وانتوا بترسموا الانرجي باند دياجرام في يودينج النانو هاب بتلاقي بقى هتشوف الكلام ده لان احنا بنحل في النانو هاب بنحل اوكي سيمي كوندكتور ايكويشنز عند نقط كتير جدا وكل ما بناخد نقط تحل عندها بتقسم الديفايس اللي هو البي ان جانكشن لنقط كتير يعني كانها سمول ستراكشرز تحل عندها سيمي كوندكتور ايكويشنز اللي هي ايه بواسون كونتينيوتي والكارنتس اللي هو اللي احنا قلنا عليها ترانسبورت ايكويشنز بتحلها وبيكومباين الكلام ده كله في ماتريكس كده بتطلع الكارنت مثلا او كاباسن زي ما انت عايز بقى. فعشان كده اوكي التغير اللي بيحصل في الكاريرز ده بيقابله طبعا اوكي تغير في شكل انرجي باند دياجرام اوكي وبيقابله ان في كده بقى في بعض الالكتريك فيلد موجود في الريجنز بتاعت الايه اللي هي النيوترال ما بقتش اسمها نيوترال بقى خلاص كده كده انت بتابلاي فولتج في الفورورد ريفرس ما بقتش كلمه نيوترال ديت ما بقتش فاليد فاحنا بنأسيوم انها نيوترال تمام. اوكي شكرا. ماشي يا دكتور بس كان سؤال بس هو دلوقتي احنا كنا قلنا في البي جنكشن في الفورورد احنا قلنا ان هو بيبقى عند الديبليشن بيبقى الديفيوجن كارنت بيبقى عالي واول ما بوصل عند اخر الويتس بتاع مثلا ان تايب بيبقى الدريفت بيقعد بيزيد لحد ما بيوصل للماكسيم. صح تمام. طيب هو بقى في التوتال الدايل عموما بقى كله على بعضه كده يعني مين بيدومينيت الديفيوجن ولا الدريفت؟ ما حضرتك انت بص على البوزيشن اللي انت بتتكلم عنه. انت لو بتتكلم في البالك يعني قريب من الديبليشن ريجن لو قريب من الديبليشن ريجن بيبقى فيه كومبوننت دريفت وكومبوننت ديفيوجن. تمام. لو انت بتتكلم عند الاطراف يعني قريب من التيرمينالز بتاعه البي ان جانكشن يبقى الكرنت مينلي دريفت اونلي ديو تو ذا فيو ديو تو ذا ماجوريتي. تمام شكرا دكتور. شكرا. السلام عليكم.